نظام البوكلت حلو وبيوفر لك وقت كتير، وكمان ميزته ان هو بيخلكش تنسى سؤال. البوكلت يعني نظام حلو عادي وما اثرش على الغش. لا في ناس كانت بتغش وفي ناس ما كانت بتغش. البوكلت ده 100 100 والغش ما تاثرش ولا حاجه، والحمد لله غشينا والحمد لله اللجنه كانت 100 100. ما فيش فرق ما بينه وما بين الامتحانات اللي فاتت. الامتحانات اللي فاتت كان هو نفس الامتحان، بس يعتبر ان ده كان في ورقه خارجيه وده بيجاوب في نفس الورقه. هو تمام الحمد لله، بس المشكله الغش برضه مهما كان موجود. هو الغش طالما في غش خلاص، بس هو نظام البوكليت طب ما نقول الاسئله في الاجابه. هو نظام حلو بيوفر وقت بسرعه وبيخلينا نلون. هو سهل وبيخلي الامتحان اسهل بكتير جدا يعني. ما اثرش على الغش بنسبه كبيره قوي يعني، اللي هو اللي عايز يغش هيغش اصلا. هو لغى الغش عموما، بس هو بيوفر لينا وقت. نظام تمام والامتحانات بقت سهله وفرق في يعني ايه الغش بقى اصعب. بدل ما كنا بنغش الاول برقم السؤال بقينا نغش باسم السؤال. هو نظام حلو بس صعب شويه عشان لسه اول مره يتطبق وكده، فاكيد صعب علينا. لا ما كانش فيه اسئله بالامتحان ولا قبل اللجنه ولا بعد اللجنه. لا ما كانش فيه اسئله بالامتحان. هو اسئله كتاب الوزاره ما خرجش منها قبل الامتحان. تسريب ايه ده؟ حاطين الحاج جوه اكياس بلاستيك كده ولا كان سندوتشات؟ الامتحان جاي مغلف تغليفه يعني ما حدش يقدر يفتحها، فهو اصلا جاي من الوزاره اول مره يتفتح جوه عندنا. هو طلع النهارده قبل الامتحان بنص ساعه ان كان في تسريبات ومش عارف ايه وصفحات شاومينج والكلام دوت، بس طلع كلام يعني الناس قالوا كلام. لا ما كانش في اي تسريب. لا ما كانش في تسريب. والله الفرق بين الغش في رمضان يعني دي حاجه عقيديه بقى بتاعي ما بين كل واحد وربنا بقى، دي بتاعت كل واحد، دي بتختلف من طالب لطالب. الدنيا صيام ما غش ليه؟ وبعد ما نغش انا لسه منا في رمضان الواحد بيبقى ضميره معنبه بس لازم يغش. الواحد بيتأنب ضميره بس ان هو صايم وبيغش. تأنيب ضمير بس. هما الاثنين نفس الغش. هو ما فيش فرق، بس انت بس بتتقي ربنا على ان انت صايم وكده. هما الاثنين بس في رمضان بيبقى حرام اكتر. لا خالص غش حرام. اللهم اني صايم. لا خالص هي نفس الغش في رمضان بيكتر برضه. هو كله غش واحنا اللي بنحلله لنفسنا مش اكتر.